عزيزي المشاهد، حياك الله معنا في حلقة جديدة من برنامجك الأسبوعي نحن أصدقائك. ونحب نذكرك عزيزي المشاهد أن في نهاية هذه الحلقة راح نعيد المسابقة الشهرية لهذا البرنامج، ومعاك وقت طويل من الآن حتى نهاية البرنامج حتى تجهز ورقة وقلم. نبدأ معاك أولى فقراتنا وراح تكون في نادي الشعب. عزيز المشاهد، أقام نادي الشعب البحري معرضا لرسوم الأطفال المشاركين في المرسم الحر، والذي أقامه النادي للأعضاء، وذلك لاكتشاف المواهب من خلال إتاحة الفرصة لأطفال النادي بالرسم في هذا المرسم. وقد قام المدير العام السيد شاكر العثمان، ومدير مجموعة الأنشطة الترويحية السيد طارق زيدان، ومدير إدارة الأندية والشواطئ السيد راشد محارب بافتتاح المعرض، والذي تضمن مجموعة كبيرة من الرسومات، وتم التقاط الصور التذكارية مع مجموعة المشاركين في هذا المعرض. وفي نهاية الحفل دون السيد شاكر العثمان كلمة في سجل المرسم شكر فيها المشاركين وتمنى لهم مزيدا من التقدم. صديق المشاهد، تسعى إدارة أبراج الكويت دائما إلى تقديم المفاجآت والجديد إلى مرتديها. ما هو جديد الأبراج؟ عزيزي المشاهد، كل يوم أربعاء وخميس وجمعة يقام في مقهى لاكافيه بوفيه مفتوح من الساعة 7 وحتى 11 مساء. ومن خلال اللقاء مع السيد فوزي قنصو مدير الأغذية في أبراج الكويت ليعطينا فكرة عن هذا الجديد. تعمل إدارة الأبراج على تقديم كل ما هو جديد. وجديد الأبراج لهذا الأسبوع هو بوفيه اللاكافيه المميز الذي يقدم كل يوم أربعاء وخميس من كل أسبوع من الساعة 7 مساء وحتى 11 ليلا. ويتميز بوفيه الكافيه بموقعه الفريد حيث متعة المكان. وبجانب تقديمنا للبوفيه الذي روعي فيه بتقديم أصناف من السلطات والأكلات الخفيفة المشهية، طبعا السلطات كلها طازجة وتعمل على أيادي أمهر الطباخين في مطبخنا المركزي في الأبراج، والأكلات الساخنة وهي كما ترون كلها طازجة وتأتي وتحضر من المطبخ فورا وتوضع على البوفيه، وهي الفطائر باللحمة وبالسبانغ وفي البيتزا وفي هناك أصناف من اللازانيا وهناك السفيحة واللحم بعجين. وبجانب ذلك هناك تشكيلة واسعة من الحلويات التي فعلا حازت على إعجاب زبائننا الكرام، وقد لاحظنا الإقبال الشديد حيث بدأنا هذه البوفيه من يوم الأربعاء الماضي، ولاحظنا فعلا إعجاب الزبائن وكانت هناك ملاحظاتهم بتقديم هذه البوفيه أكثر من يومين، وقد روعي بتقديم البوفيه السعر حيث حددنا السعر ب3 دنانير للفرد الواحد،
وللأطفال هناك السعر دينار ونصف. وبوفيه لا كافيه هو خدمة جديدة تقدمها الأبراج لزبائننا الكرام. وأيضا بجانب هذه البوفيه عازف الأورج هشام حسني الذي يمتعنا بعزفه اليومي. ولم ننسى أيضا أن نقدم في مطعم الكافيه إلى محبي وذواقي الشاي لأذواقهم هناك من 8 إلى 10 أصناف شاي بالأعشاب وشاي أخضر وشاي صيني وشاي من جبال الهملايا التي روعي بتحضيرها أمام الزبون وطاولته حيث تقدم الماء الساخن ويبقى الشاي على الطاولة ساخنا ويترك فترة 3 دقائق حتى يخمر جيدا. وقد لاحظنا إعجاب زبائننا بتقديم هذا النوع من الشاي. صراحة فكرة بوفيه يحطونه في الكافي شوب هاي فكرة رائعة، وهذا تسجل فخر لشركة المشروعات السياحية. البوفيه كمواد بوفيه صراحة خفيفة وحلوة، يعني أي واحدة تحب يعني مثلا تعمل رجيم، فالمواد موجودة هنا كلها خفيفة والأسعار أيضا مناسبة، يعني 3 دنانير للشخص الكبير ودينار ونص للشخص للطفل، أعتقد الأسعار مناسبة والفكرة حلوة، خصوصا هي موجودة بالويك إند، والويك إند صراحة ساعات الإنسان يحتار وين يروح، ولما أتي هني بالأبراج وتشوف الكويت وقاعد تتعشى بهالأكلات الخفيفة، أعتقد ويا لا تنسون بعد عندنا الموسيقى الرائعة، الموسيقى اللطيفة، فكرة رائعة. فكل اللي أحب أقوله أني أشكر مشروعات سياحية وأحب أشكر إدارة الأبراج على هاي الفكرة الرائعة، وأتمنى أنه يعني لنجحت الفكرة يا ريت يخلونها على طول أيام الأسبوع، يعني مو بس بالويك إند. خوش فكرة، أول مرة صراحة أنا جاي قبل هني وكان بس كافي شوب، تفاجأت اليوم أنه فيه بوفيه. تخيلت يعني بوفيه دسم، طلع البوفيه خفيف وايد وايد ممتاز، وسعره بعد مناسب، كونه 3 دنانير حق الأشخاص الكبار ودينار نص حق الأطفال، فجدا مناسب، وأتمنى أن يستمر هالشيء هذا. هي فكرة البوفيه فكرة وايد حلوة، وصراحة الظاهر أول مرة يطبقونها بالكويت، وكفاية قاعدة الأبراج الحلوة هذه والمنظر الحلو بالليل، وأتمنى يطبقونها بأكثر من مكان. عزيزي المشاهد، لازلنا معاك في الأبراج. ما زالت إدارة الأبراج تقدم لمرتاديها أفضل الخدمات، ومن هذه الخدمات الجديدة هو شيك الأبراج بالتعاون مع بنك برغان. عن هذا الشيك سوف يحدثنا السيد مجدي الهواري نائب مدير إدارة الأبراج. أعزائي المشاهدين، تعمل شركة المشروعات السياحية على طرح الأفكار المتفوقة والمتطورة، فبالتعاون مع بنك برقان تم إصدار دفتر شيك الأبراج. الدفتر يحتوي على 20 شيك، قيمة كل شيك 7 دنانير ونصف. هذه الدفاتر موجودة بإدارة أبراج الكويت، وسوف يعلن عن منافذ أخرى لبيع هذه الدفاتر. الدفتر قيمته 150 دينار، وحامل الشيك يستطيع أن يتناول وجبة غداء أو عشاء بمطعم الأفق بالأبراج دون أن يدفع شيء، فالشيك يخول لصاحبه أن يتناول الغداء أو العشاء شامل الخدمة كاملة. هذه خدمة جديدة تقدمها الأبراج للشركات والمؤسسات والهيئات لسهولة التعامل بها. لمزيد من الاستفسار عن دفاتر الشيكات أو الحصول عليها، يمكن الاتصال بإدارة الأبراج على تليفونات الأبراج. دعوة إلى أصحاب أعياد الميلاد بالاحتفال بأعياد ميلادهم في مطعم الأفق بأبراج الكويت، حيث المكان الجميل والجو الممتع، يمكنك أن تحتفل بعيد ميلادك أو عيد ميلاد أي عزيز لديك بمطعم الأفق، سواء على الغداء أو على العشاء، حيث أنت سوف تكون في ضيافة أبراج الكويت، وسوف تقدم لك كيكة عيد الميلاد بالمجان أيضا، بشرط أن يكون مصاحبك 3 ضيوف أو 3 أشخاص.
ولا تنسى في أبراج الكويت كل يوم اثنين وخميس لعشاق العود عزف منفرد على العود يبدأ من الساعة 9 مساء كل يوم اثنين وخميس. حياكم الله. عزيزي المشاهد، إعلان من شركة المشروعات السياحية. تدعو شركة المشروعات السياحية السادة أصحاب المكتبات المدرسية ومحلات بيع الملابس والسلع المدرسية للمشاركة في إقامة معرض بيع اللوازم المدرسية للطلبة والطالبات في الفترة من 1/9 وحتى 10/9/93 بحديقتي جليب الشيوخ والصباحية. عزيزي المشاهد، للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 434-9283 أو هاتف رقم 362-1054. عزيزي المشاهد، خليك معنا في هذه الفقرة وعن الزيتون. قامت إدارة الواجهة البحرية في شركة المشروعات السياحية بقطف باكورة إنتاجها من الزيتون من أشجار الزيتون، والتي تمت زراعتها في كل من مجمع أحواض السباحة والجزيرة الخضراء منذ افتتاح الواجهة البحرية. وقدرت الكمية والتي قام بقطفها كل موظفي وعمال إدارة الواجهة البحرية بما قدره 500 كيلوغرام من الزيتون، وتم توزيعها في زجاجات استعدادا لتوزيعها كهدية على موظفي شركة المشروعات السياحية. عزيزي المشاهد، وصلنا معاك الآن إلى ختام هذه الحلقة، وأعتقد أعطيناك الوقت الكافي لإحضار ورقة وقلم لتسجيل سؤال المسابقة. سؤال المسابقة عزيزي المشاهد يقول: كم عدد البحيرات الموجودة في الجزيرة الخضراء؟ كم عدد البحيرات الموجودة في الجزيرة الخضراء؟ عزيزي المشاهد، للاستفسار حول هذه المسابقة يرجى الاتصال في العلاقات العامة، ونتمنى التوفيق لكل من يشارك في هذه المسابقة. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي نحن أصدقائك.